منح مبلغ 50,000 ليرة تركية من دون فوائد لكل شاب. تعالى ندربك تسوق عربية نقل تنقل بيها حال. وكذلك سنوفر قروضا دون فوائد بقيمة 100,000 ليرة الوظائف الحكومية انتهى، ما فيش وظائف حكومية. فكر ان انت تنزل وتشتغل او تسوق توك توك. وسنوفر خدمة الانترنت بشكل مجاني للشباب. لو حكموني خلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع في مصر. ايه ده؟ انتوا ما فيش عندكم تليفونات ولا ايه؟ مش بتكلم عليك انت. وسنرفع قيمة المنح الدراسية للشباب وسنعفيهم من رسوم جوازات السفر. بلاش ده، انا ما اعرفش حاجة اسمها بلاش. انا بكلمكم بجد ولازم يا مصريين تتعودوا. سنقدم منحة بقيمة 200 ليرة لكل امرأة عند انجاب الطفل الاول، و 400 ليرة عند انجاب الطفل الثاني، و 600 ليرة عند انجاب الطفل الثالث. وكنا بدأنا التطبيق فيه وسنواصل تطبيقه بفعالية. أما النساء العاملات فسنقدم لهن فرصة العمل نصف يوم مقابل أجرة يوم كامل بعد الولادة. أقدر أطلب من اللي عنده طفل يستنى 3-4 سنين ولا 5 لغاية لما يجيب الطفل التاني؟ أقدر أطلب من اللي عنده طفلين يستنى 6-7 سنين قبل ما يجيب الطفل التالت؟ أقدر أطلب من اللي عنده 3 أطفال حتى الآن ما يجيبش تاني؟ اقدر اطلب كده؟ حلال ولا حرام يا فضيلة الامام؟ حلال وحلال وحلال. سنعفي المزارعين من ضرائب السماد والبذور وبالتالي نخفض تكاليفهم. بدنا خروب، بدنا خروب رسمي. ارض واحده 1,000,000 جنيه تزاود، ويا ريت فلوسنا الناس وقت علينا شيات ورحنا البيت. تعالوا شوفونا احنا هنا، شوفوا المايه اللي غرقتنا، شوفوا الناس اللي ماتت ما بيسالوش فينا عشان احنا غلابه، وهم اللي بياخدوش الفلوس وبيسرقوها. ويجي المسؤولين الصبح يقول لك الدنيا حلوه وزي الفل وسلام يا مصر. من اللي حسبنا الله ونعم الوكيل. سنقدم 30,000 ليرة للمهنيين كقرض دون فوائد وقرض إضافي بقيمة 100,000 ليرة عند الضرورة. اللي حيطالب ده مش واخد باله، البلد مش هتستحمل كده. وبصراحة برضو أنا مش هقدر ألبي مطلب واحد فئوي، مش هيحصل، مفيش. وسنرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1,300 ليرة، وسنوفر دخلا إضافيا للمتقاعدين بقيمة 1,200 ليرة على أقساط شهرية. ممكن جيل ولا جيلين يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش أو يلاقوا حاجة. أنا عايز أخد اللي في جيوب الناس كلها للمصريين. أنا عايز على الأقل في الصندوق ده 100 مليار. 100 مليار دول على جنب كده، عايز لسه تاني وتالت ورابع. والفلسفة التي سننتهجها نحن تتمثل في أن الدولة قائمة من أجل الإنسان وليس الإنسان قائم من أجل الدولة، فالدولة هي بناء نحن نشيده، ولذلك فهو مسؤول عن تلبية كل احتياجات المواطنين. مش هناكل؟ ما ناكلش. هنجوع يعني؟ نجوع. ايه المشكلة يعني؟ إن شاء الله ما ناكلش، ان شاء الله ما ناكلش. ما انا ما عنديش خيار غير كده.